طبعا احنا مبدئيا لما بنجمع لما بدي السيدة علاج معين بنيجي في يوم معين في ساعه معينه بنقوم جمع البويضات. مهم قوي يعني يتحسب قوي بالساعه اللي هتاخد فيها الست علاج معين عشان نقدر في اللحظه دي نجمع البويضات، ولا قبل البويضات بتخرج ولا قبل ما تكون البويضات نفسها نضجت النضوج الجيد. تمام. جمعنا البويضات في اللحظات دي احنا بنحط البويضات كلها تحت الميكروسكوب بنقشرها كويس وبنشوفها كويس. كان في بعض الحالات اللي احنا كنا بنديهم علاج ونقول ان الناس دي بتعاني من تاخر في انجاب غير معلوم السبب. بعد جمع البويضات لا وجد لبعض الناس اسباب لم ترى هذه الاسباب قبل ذلك. يعني ما كناش نعرف نرفعها قبل ذلك، قبل الحق مجاري او اطفال الانابيب. لما جمعنا البويضات الشرط في بعض البويضات عشان يحصل منها نضوج جيد لازم تكون النواه بتاعتها كويسه، لازم الجدار بتاعها يكون كويس، لازم المكونات الداخليه للبويضه تكون جيده. في اللحظات ديت بنشوف السيتوبلازم موجود داخل البويضه. تمام. هنا بنقدر نحكم على جوده البويضه وحصول منها الاخصاب. تمام. لان في بعض السيدات بنلاقي ان البويضات نفسها ما فيهاش مكونات داخليه، فيها غلاف خارجي بس. في بعض البويضات نلاقي ايه؟ ان هي المكونات الداخليه موجوده بس لا تصلح في العمل الحقن المجهري. تمام. ما بيحصلش منها انقسامات. دي فصلت بعض الاسباب اللي احنا كنا بنقول للسيدات ان في تاخر انجاب غير معلوم السبب. لا هنا بقى معلوم السبب اللي موجود بعد جمع البويضات، اما تكون بويضات فارغه، اما تكون بويضات زايده ذات مكونات غير لا تصلح، اما تكون بويضات نفسها فاسده مش كويس مش جيده، او بويضات ما بيحصلش انقسامات لها بعد حقنها بالحيوانات المنويه.